وينضم إلينا مشاهدينا عبر الهاتف السيد عبد المعز الحسناوي ناطق باسم القوى المقاتلة لثوار الجنوب. سيد الحسناوي أهلا وسهلا بك في السابعة على قناة التناصح. مرحبا بكم، أهلا وسهلا. حياك الله. بداية سيد الحسناوي، صفعة قوية تلقتها ميليشيات الكرامة من قبل ثوار المنطقة الجنوبية، ما دعاهم لبث اتهامات باطلة ضد الثوار من تصفية للأسرى وكذلك ارتكاب مجازر بحق المدنيين، ما هو رد القوة المقاتلة لثوار الجنوب؟ حقيقة مجرد افتراءات هراء، وهذه الأخبار غير صحيحة، لأن القوى الثالثة عندما قدمت من قاعدة من هند اتجاه قاعدة براس دخلت القاعدة وحدثت الاشتباكات وقتل من تم أجله ودمروا برج المدرج بتاع المطار وسحبوا فقط لإعطال القاعدة لا غير. وهذه صور من ضمن الاسماء اللي نزلتها على نفسي رجل له 3 سنوات مسبق. طيب سيد عبد المعز، المجلس الرئاسي وكذلك بعض من المسؤولين على مستوى الدولة قد استنكروا هذه العملية ودعوا إلى فتح تحقيق فيها، بينما لم نراهم يستنكرون الاعتداءات المتكررة على مطار تمنهنت المدني والذي أدى إلى دخول سبها بالتحديد والمنطقة الجنوبية عامة في مشاكل، منها غياب السيولة وكذلك إمدادات المستشفيات والوقود وغيرها. نعم، بالنسبة للمجلس بالنسبة لما يسمى فهو برلمان تبرك وحتى نفس العملة، نفس الوجه، نفس التعامل، كلهم مأمورين عبارة عن بيادر وجه فيهم دول إقليمية. كما أسلفت الذكر أن جميع مشاكل نحن مستعدين، نحن مع الجيش ومع الشرطة ومع المرور ومع القضاء ومع المؤسسات الوطنية يا سيدي. طريقة أن يزاح مجرم الحرب الأسير أكثر لأن رجل قاتل، لا بيصير قبول ممثل بالجثث إذا هذا الرجل على المشهد، يأتي رجل من الشرق أو من الغرب، من الزنسان، من مصراتة، من الزاوية، من طرابلس، من أي جهة أخرى احنا راضين به، لكن هذا الرجل مجرم، كيف ينصب علينا مجرم مهجوم أسير حرب؟ مهما كان الثمن بالقاتل، بالقاتل الليبي هو، مهما كان ثمن ذلك، إزاح المجرم عن الساحة وتفضلوا وحطوا أي عسكري. عجزة أرحام الليبيات أن تأتي رجل يمسك وزارة الدفاع أو يمسك مسؤول الجيش الليبي إلا حتى المجرم الفارد إلى أمريكا يحمل الجنسية الأمريكية، يا أخي شنو هالمرض وهالهراع وهال. طيب سيد الحسناوي، الاتهامات حول تصفية الأسرى وكذلك ارتكاب مجازر بحق المدنيين، هل ودون وجود أي دليل، هل هذا يعني بأن الصفعة التي تلقتها ميليشيات الكرامة ومؤيدوها هي قوية جدا بحيث لم يستطيعوا الرد عسكريا فلجأوا إلى موضوع الإشاعات؟ نعم، كما سبق في جرائمهم واضحة للعيان أمام العالم من نفس القبور في بنغازي بتنفيذ مثل أشياء مثبتة وموثقة يا سيدي. إن رمت بدائها وانسلت أو انسلخت، هكذا يفعلون من عهد القاضي إلى هذه اللحظة، نفس الإعلام ونفس المجموعة ونفس العصابة ونفس البرنامج. طيب سيد الحسناوي، الحديث أيضا عن وجود مرتزقة في صفوف الثوار وأنهم هم من قاموا أو من ساعدوا حتى في الهجوم على قاعدة براك الشاطي والتي وصفت، أقصد العملية لعملية تحرير براك الشاطي، بأنها عملية غاشمة وكذلك تصعيد عسكري في غير محله. غير صحيح هذا، يعني لأن اللي قامت بالهجوم على قاعدة براك هي عبارة عن القوة الثالثة المأمورة المكلفة بتأمين الجنود، لم يشترك فيها جرائدية ولم فيها أي أحد آخر، عبارة عن القوة الثالثة الموجودة المتمركزة في قاعدة منهم عندما تكرر استمرارا وتكرارا والقصف عليهم بالطيران قرروا أنهم يسجلوا. طيب جاءت القوات من منهم المدرسة وإعطابه ثم رجع من تحت. طيب نعم،
أمامي العديد من البيانات الصادرة عن الحكومة المقترحة من قبل البعثة الأممية، وكلها تتحدث عن أن ما حدث في قاعدة براك الشاطي هو هجوم غادر، وتقدم تعزية لأهالي ضحايا القتلى الذين سقطوا من ميليشيات بن نايل، والذين من بينهم كما أشارت العديد من المصادر ميليشيات من العدل والمساواة المرتزقة، أيضا قرار جديد للرئاسة المقترح بإيقاف المهدي البرغتي وكذلك جمال التريكي عن العمل إلى حين تحديد من المسؤول عما حدث في قاعدة أبراك الشاطئ. لماذا لم نرى مثل هذه التصرفات عندما تم محاولة اقتحام قاعدة تمن هند، وعندما تم قصفها، وعندما تم إيقاف عمل المطار المدني؟ والصلاه والسلام على رسول الله. لا اخي، امر نعزي جميع الدين ونعزي انفسنا في كل دين سقط في مشارق ليبيا وغربها وجنوبها. والمجلس الرئاسي وحكومه ما يسمى بحكومه الوفاق، المشكل الاساسي باي انسان عاقل او اي انسان مدرك او اي انسان صدق ومتجرد تجرد حقيقي يدرك ان المشاكل زادت في ليبيا بعد مجيء حكومه الوصاية ما يسمى بحكومه الوفاق. وبدات المشاكل ببدء مجرم الحرب الاسير حتى بالشرق. كانت ليبيا هانئه، يرجع الى 2011 و2012 عندما بدات ليبيا وعندما انصرفت الثوره 17 فبراير. أعطت كل أسرة حتى اللي يقاتل في الثوار أعطوهم 2000 دينار، أعطوهم 1000 ضحية، أعطى يعني 600 دينار لكل عيب. عندما شعروا أن ثورة 17 فبراير ثورة لكل الليبيين حتى المضادين لثورة 17 فبراير، وإذا بها تتحرك الدول الإقليمية بعد انقلاب المجرم السيسي في مصر والإمارات مدعومة من الصهيونية، وحفر مدعوم بال 50 مليون يورو، هذا بفكر انسانه نفسه ترى الجروشي ان رجل اعطاه 50 مليون يورو لبدايه المعارك في ليبيا، هذا نفسهم يقولوا في الاذاعه، واشار بانه ايضا ليس مسلم وليس عربي. نعم يعني 50 مليون يورو اعطاه اللي يكون موجود في الولايات المتحده الامريكيه لبدء المعارك في ليبيا. وأشار أيضا إلى أنه سلم هذا المبلغ وقال بأنه طلب ضمانات معينة وقد وفرها لا مجرم الحرب حفتر. لكن السؤال الذي يطرح نفسه إلى الآن سيد عبد المعز، وهو لماذا لا يزال العديد من الثوار أو العديد من المحسوبين على صف الثورة يتمسكون بهذه الحكومة ويدعون بأن هناك فرصة للتوافق وأنه لابد من أن نحتوي شركاء الوطن، بالرغم من أن الوقائع تقول عكس ذلك. المادة الثالثة من قرار الرئاسي تقول يمنع على كافة القوات المسلحة التابعة للمجلس الرئاسي القيام بأي عمليات عسكرية إلا بعد أخذ الموافقة ما عدا الدفاع عن النفس. وهذا أليس دخول القوات الثالثة إلى قاعدة إدراك دفاع عن النفس؟ يا أخي، ما كان انطلاق الهجوم على قاعدة من الهند دمروا لكي لا تنطلق عليهم يوميا فيهم القصف. سبحان الله، يوميا القصف على قاعدة من الهند. وين المجلس؟ يا اخي اقولها بكل والله بكل صدق وبكل ثقه، المجلس الرئاسي او حكومه الوفاق وحفتر الا نفس العمله، نفس العصابه، نفس المجرمين نفسهم، كانت اجهزه القتال في جميع انحاء ليبيا بعد ما جه هؤلاء. لماذا لم تحدث المعارك من قبل؟ لماذا لم تحدث معارك في ليبيا قبل ما يجي حفتر؟ نعم، وانقلاب المسؤول. نعم السيد عبد المعز الحسناوي المتحدث باسم القوة المقاتلة لثوار الجنوب، شكرا جزيلا لك. أعتقد